السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أطفال الصغار مع درس جديد من دروس اللغة العربية. اليوم معي شكل جميل، انظروا إليه. من يقول لي ماذا يشبه هذا الشكل؟ أحسنتم أبطال، يشبه حرف التاء. إنه وجه ضاحك يا معلمتي. نعم، وأيضا يا أبطال، حرف التاء يشبه الوجه الضاحك ودائما يبتسم لنا. انظروا كيف نكتبه يا أبطال. من هنا يا معلمتي، من النقطة الحمراء أرسم خطا صغيرا ينزل إلى الأسفل، ثم أمشي 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 وأسير، وبعد ذلك أصعد لأعلى قليلا ونضع في الداخل هنا نقطة وهنا نقطة. أحسنتم أبطال. هل تتذكرون أشياء تبدأ بحرف التاء؟ نعم يا معلمتي، تاتاج، تاتم، توتفاح. أحسنتم يا أبطال. والآن يا صغاري، سنتعرف على أصوات جميلة تبدأ بحرف التاء. حرف التاء لديه أصوات جميلة، هيا نتعرف عليها. اليوم يا أبطال لدي، انظروا ما هذا يا معلمتي؟ أحسنتم، إنه صوت الفتحة. انظروا كيف أفتح فمي. أحسنتم، قليلا لأعلى، ودائما الفتحة يا أبطال تقف على الحرف هكذا. انظروا أنا الفتحة، أقف أعلى الحرف ويكون صوتي تاء تاء تاء، وأفتح فمي قليلا هكذا. أحسنتم، أهلا بك يا فتحة، وأهلا بك يا تاء. ثم لدي شكل آخر، انظروا هنا، ما هذا؟ إنه يضم فمه، إنها الضمة. أحسنتم أبطال، أنا الضمة، أقف أعلى الحرف وأضم فمي هكذا هكذا. انظروا، وكيف أنطق الحرف؟ تو تو تو. أحسنتم أبطال. وأخيرا أنا الكسرة، أكون مبتسمة دائما. انظروا هكذا، أنا الكسرة، أجلس تحت الحرف ودائما أبتسم هكذا. تي تي تي. أبطال. الآن لدينا أصوات حرف التاء، انظروا، هيا نقرأ مرة أخرى. تاء تاء أبطال. وهنا تو تو. أحسنتم. وهنا تي تي. والآن يا أبطال، من يريد منكم أن يذهب معي؟ أنا ومن؟ وصديقتي توتا. قولي لأصدقائي مرحبا بكم يا أصدقائي. أحسنت يا توتا، مرحبا بكم. أهلا بك يا توتا، ماذا سنفعل اليوم؟ سنذهب في جولة يا معلمتي إلى السوق. لماذا؟ لكي نشتري أشياء يبدأ اسمها بصوت التاء. أحسنت يا توتا، هيا لنذهب. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك أيها البائع؟ أهلا وسهلا بك يا بنيتي، أريد شراء فاكهة يبدأ صوتها ب تا تا تا. أحسنت، ها يا معلمتي، إنه، أحسنت، تمر تمر. ها هو التمر، هيا نساعد توتا. تا تمر، انظروا أحضرت لنا تمر لذيذ. أحسنت يا توتا، تا تمر، رائع. والآن نريد شراء فاكهة يبدأ صوتها تو 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 تو. ها هو يا معلمتي، تفاح تفاح. أحسنت يا توتا، أنت رائعة اليوم. تو تفاح، هيا نساعد توتا في حمل التفاح. تو تفاح، هيا رددوا مع توتا، تو تفاح. أحسنت يا توتا، تو تفاح. وأخيراً يا معلمتي، سأذهب لشراء فاكهة يبدأ اسمها بصوت تي 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 تي.
تي، أحسنت يا توتا، ماذا يا ترى؟ تين يا معلمتي، إنه التين الجميل اللذيذ. هيا، أحسنت يا توتا، ممتازة، رائعة أنت اليوم. تي تين، تي تين، هيا نساعد توتا. أحسنت يا توتا، هيا لنقرأ مرة أخرى. تا تمر، تا تمر، أحسنت. تو تفاح، تو تفاح، رائعة. تي تين، تي تين، ممتازة يا توتا، أنت نجمة الصف اليوم يا توتا. هيا يا أصدقائي، اشكروا توتا. هيا يا توتا، قم بتوديع الأصدقاء. إلى اللقاء يا أصدقائي. شكرا لك يا توتا، شكرا لك أيضا أيها البائع، مع السلامة. أحسنتم يا أفضل، الآن تعرفنا على أصوات حرف التاء، ما رأيكم؟ إنها أصوات جميلة وممتعة. وأخيرا أطلب منكم يا أبطال الدخول إلى موقع المدرسة لحل الواجبات الموجودة هناك، ولا تنسوا أن ترسلوا هذه الأوراق والأنشطة على الكلاس دوجو لتحصلوا على نقاط كثيرة، وأيضا هذه الشهادة الجميلة. أشكركم يا أبطال، وإلى اللقاء مع درس جديد من دروس اللغة العربية. مع السلامة.